Ну, тут одразу заходиш, пробки, читаєш два такі бадюки, і там... Что ты шукаешь? Да, вот сделал ты красиво, видишь? Да, я понял. Ты порадил. Можно присылать? Да. Ты собираешь, потому что шесть подосить. Так, что это? Так, если что, наши все... قبل بدء الحرب كان هذا مقر لأحد الأحزاب السياسية الأوكرانية، لكنه لم يعد كذلك الآن. الآن هو مكان لتجميع المتطوعين وتجهيزهم من أجل إرسالهم على الجبهات للدفاع عن العاصمة الأوكرانية كييف. نشاهد هنا في كل مكان تخزين للأوعية وكذلك الأطعمة وكل ما قد يحتاجه هؤلاء المسلحون المتطوعون للذهاب إلى الحواجز الدفاع عن العاصمة الأوكرانية كييف. اسمي أندريلينكو، أنا سياسي، كنت عضوا في البرلمان مرتين، والآن أنا في كييف. كنت ضمن فرقة الدفاع عن أراضي كييف، والآن عملي الرئيس هو التواصل مع الإعلام والاهتمام بالمسائل الإعلامية، ذلك ما أقوم به حاليا. ما الذي جعلك تغير هذا عملك وتصبح إعلاميا؟ لأنها مدينتنا وبلدنا، ونحن نتعرض الآن لهجوم وحشي واعتداء روسي غير مبرر. حطموا ودمروا مدينتنا وهاجموا المدنيين والمدارس والمستشفيات والنساء والأطفال، ونحن جميعا متحدون ونريد أن ندافع عن بلدنا وعن حرياتنا، ونحن ندافع ليس فقط عن أوكرانيا ولكن عن حرية في أوروبا ضد الاستبداد والأحكام والحكام الدكتاتوريين. قال الروس إن الأوكرانيين فاشيون، وهذا كلام لا أساس له من الصحة. نحن لا نريد أن نقاتل أو أن نغزو أي بلد آخر، نحن الآن معرضون لهجمة شرسة ويريدون أن يدمرونا. ليست عملية خاصة كما يسمونها، إنها حرب حقيقية في أوروبا وفي القرن الحادي والعشرين. هي حرب قاسية ومتوحشة فعلا، وهي مأساة في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية، وبلدنا يعرف ما هي الحرب. حربان عالميتان كانت على أرضنا، والآن لدينا الشيء نفسه يتكرر. نحن في وضع جميع شعوب العالم تنظر إلى أوكرانيا وتعرف أننا نقاتل من أجل حريتنا، ونحن نثمن من يقف إلى جانب أوكرانيا، وهذا يؤثر فينا كثيرا. لكن رسالتنا إلى العالم هي أننا سنقاتل، لكن ينبغي أن تحمونا وأن تقدموا لنا المزيد من الأسلحة، لأن الخطر يأتي من السماء. ليست هجمات عسكرية فقط، المدرسة ليست منشأة عسكرية حتى يهاجموها، وكذلك الدواء والمباني التي يعيش فيها الناس من أطفال ونساء ليست منشآت عسكرية.
على بعد 20 كيلومتر من مركز كييف في إيربين وغيرها من الضواحي يمكن أن ترى فيها آثار الدمار. يمكن أن تذهب إلى خاركيف، ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا، فيها نصف مليون من السكان، دمروها بقذائف الصاروخية الروكيت. هذا إرهاب وتوحش هنا على أرضنا، لكننا نحتاج إلى أن نحمي بلدنا وسنقاتل من أجله. وبعد أوكرانيا سوف يواصل الروس وسوف يهاجمون بلدا آخر من حلف الناتو. الشعوب الحرة ينبغي أن تفهم هذا. لا نحتاج أن أو نحن نحتاج إلى أن نفهم هذه الأكاذيب الروسية حول الفاشية والنازية. رئيسنا يهودي، رئيس بلدنا، كيف يمكن لليهودي أن يكون نازيا؟ بلد فيه مجموعات عرقية وإثنية ودينية كثيرة تتعايش في أوكرانيا. هناك الآلاف من اليهود قتلوا خلال الاحتلال النازي ويسموننا نازيين. الأمر من الصعب الحديث عنه، لأننا قبل عشرة أيام كنا في أمان، نذهب إلى المطعم ونقضي وقتنا مع أسرتنا ونفكر في المستقبل. الآن المستقبل الوحيد بالنسبة لنا هو الحرب، وهذا صعب جدا جدا، لكننا أقوياء وسنقف دفاعا عن وطننا وسنفوز. هذه هي رسالتنا إلى شعوب العالم. هل يمكن أن تعرف بنفسك؟ قبل بداية الحرب كنت سياسيا، كنت مرتين عضوا في البرلمان. أنا أحب مدينتي ولدي العديد من الأصدقاء ومن أعضاء الأسرة، لكنني الآن أنا هنا. لا يمكن أن نغادر أرضنا، هذه مذبحة، يريدون أن يدمروا بلدنا بالكامل، ونحن نحتاج إلى أن نتصدى لهم على أرضنا. هذا واجبنا، هذا واجب جيلنا، والأوكرانيون ينبغي أن يفعلوا ذلك. أنا أعمل ضمن وحدتي وأتعاون أو أتعامل مع الإعلام. نقوم بالتدريب ونجمع الأسلحة وكل ما يلزم. نحن نقوم بواجبات كثيرة، وهناك الكثير من المتطوعين من أوكرانيا ومن جميع أنحاء العالم، ونحن نحتاج إلى المزيد، والآن نحتاج إلى المزيد من الأسلحة. الأوكرانيون أفضل مقاتلين، ويمكن أن تروا أنتم ترون ذلك حاليا. إذا قالوا إنهم سيدمرون أوكرانيا في خلال يومين، لكن الآن يفهمون أن الأوكرانيين هم أفضل مقاتلين، ونحن نحتاج الأسلحة لكي نحمي مدننا ومجتمعنا. Yes, I have some
لدي بعض الأشخاص تلقيت تدريبا عندما كنت في الجامعة قبل 10 سنوات تقريبا. نحن الآن نتدرب على استخدام الأسلحة. ماذا سيحدث لو أن الروس نجحوا في الاستيلاء على أوكرانيا؟ أنا آمل أن لا يحدث ذلك أبدا، لأن جيشنا وقوات الدفاع قوية، لا يمكن أن يخرجونا من مواقعنا. سوف نقاتل وسوف نحمي مدينتنا. كييف هي العاصمة وهي أكبر مدينة هنا، حكومتنا وشعبنا و 100,000 من الأوكرانيين عادوا إلى البلد عندما بدأت الحرب، عادوا ليقاتلوا. وينبغي أن تفهموا هذه حرب الشعب، جميع أفراد الشعب في الأراضي المحتلة وفي المدن المختلفة وفي خرسون وغيرها، حيث توجد الدبابات الروسية. الناس يتظاهرون ويحملون الأعلام الأوكرانية. الروس ليس مرحبا بهم هنا. الجميع الأوكرانيين يقفون للدفاع عن أرضهم وبلدهم.